غزة ليست في كرمنشاه، غزة ليست في طهران، حتى إيران تدفعنا ندافع عن محافظة إيرانية تكون موقعها في فلسطين اللي هي اسمها غزة. ماكو شيء منطق. الصراع الأمريكي الإيراني يعني صراع المحاور، هذا صراع المحاور. موجود. احنا البعض يقول لك إيران أدواتها موجودين في العراق، إيران أدواتها موجودين في لبنان. يعني أولا هذا مو كلامي، خلنا نسولف ليش. أنا هو حتى المتحدث اللي أوصل لك هذا المعلومة وشارك شيء يتحدث. هاي موجودة يعني. موجود شارك شيء يحكي. أنا أتحدث بقضية إيران. احنا مو ادواتها، احنا شركائها. مثل ما امريكا عندها شركاء بريطانيا وفرنسا، احنا عندنا شركاء يحترموننا ونحترمهم بالقرار، ولكن ايران لا تفرض علينا سياستنا الداخليه، ولا تفرض علينا شو وقت نكون في طليعه من يتقدم في فصائل المقاومه. رجعوا شوفي ضغط الايران على فصائل المقاومه بالعراق لوقف العمليات، خاف البعض يستحي يتحدث منها، لا نتحدث بها. والفصائل العراقيه متبنيه لقرارها خاص بها المستضعفين اللي هم عرب وأهل سنة وليس شيعة ولا إيرانيين، ولا محافظة غزة هي جزء من كرمنشاه أو طهران أو أصفهان. هذا موقف إنساني، حتم علينا نشارك به.